صبحكم الله بالخير. اليوم نازلين على الشونة الجنوبية حتى نتعرف أكثر على التعليم المهني بيتك الذي تم اعتماده من 70 دولة. خلينا نتعرف أكثر على هالمسار اللي بيمكن وبيأهل وبيدرب. خليكم معنا، صبحكم الله بالخير. مشاهدينا، حتى نتحدث أكثر عن أهمية التعليم المهني بتك، معي الدكتور مازن هديرسي. صباحك بالخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك ويا مرحبا، شرفتوا. دكتور، اليوم احنا جايينكم حتى نحكي أكثر عن أهمية التعليم المهني. بالواقع أن التعليم المهني يعني انطلق عندنا بالعام 2023-2024، اللي هو يستهدف طلاب الصف التاسع تحديدا. طلاب الصف التاسع كان بالبداية وزارتنا يتم توزيع الطلاب من الصف العاشر وفيما بعد. من السنة الماضية بدأ عندنا برنامج اسمه التعليم المهني البتك، وهو البتك هو يتخصص فقط في الأمور المهنية، التعليم المهني على مستوى المملكة. هذا البرنامج معتمد دوليا ومعتمد في بعض المدارس الخاصة عندنا في الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية. التعليم المهني عندنا اخترنا احنا في مديريتنا او في لواء الشؤون الجنوبية تقسيم الطلاب لأربع مدارس مهنية. عندنا مدرسة ماجد العدوان، وهي فيها التعليم الزراعي، فيها أيضا تكنولوجيا، وفيها الاي تي طبعا، وفيها إدارة الأعمال البزنس، وفيها تقريبا 120 طالب ذكور. وفي عندنا أيضا الاي تي، أيضا في عندنا شعبة للإناث في مدرسة الشؤون الثانوية للبنات. الآن أصبح التعليم المهني يشمل 3 سنوات، اللي هو يتوزع فيها الطالب من الصف التاسع، يبدأ بالصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. التخصصات الموجودة عندنا التعليم المهني مباشرة مجرد ما أنهى الثانوية العامة هو الآن مؤهل لسوق العمل. مشاهدين، احنا مستمرين بجولتنا بالمدارس بالشؤون الجنوبية، خليكم معنا حتى نتعرف أكثر على تمكين وتدريب الطلاب من خلال هاي المدارس التعليم المهني. أدرس في مدرسة نمر العدوان كفرين، صف العاشر بتك فندقي. أولا أنا اخترت المجال هذا لأنه إحنا في منطقة سياحية، الفنادق البحر ميت إيش زي هيك. وثانيا أنا حبيت المجال هذا، حبيت إن أكون إشي فيه يعني. وثالثا فرص العمل في الأردن، يعني زي ما تشوف إنه فرص مش متاحة كثير، أو نلاقي فرصة وظيفية إنك تثبت عليها، لكن بالفنادق فيه فرص وظيفية متاحة كثير إن شاء الله. طبعاً أنا اخترت المسار المهني لأنه مختلف وبيميزنا عن المسار الأكاديمي، لأنه فينا نحكي إنه التطبيق عنا عملي أو غير المعتاد، غير الطريقة التقليدية. وعدا عن هيك، بعد ما نخلص 3 سنين حيكون عنا شهادة من بتك اللي هي بتكون مستوى ثاني. بهاي الشهادة بتأهلنا ندخل سوق العمل دايركت، وممكن كمان ندرس فيها طبيعي جامعة. طالب محمد فايز تمام سالم مجارات، درست من العدوان المنطقة سكان شؤون الجنوبية. أنا تعلمت في مجال قسم الفندقة، تعلمت طعام وشراب ويتري. التعليم المهني عرفني إنه إيش بدي أعرف عن إنتاج الحيواني، عن إنتاج النباتي، إيش أعرف في الطيور، في الحيوانات، عن طريق أعمار النباتات، وإيش بستفيد من النباتات والطيور والأغنام. أول شيء منطقتي سمحت لي أني أدخل هذا التخصص، عشان تعرف أنه الأغوار منطقة زراعية. وثاني شيء أنا بحب هذا التخصص ومتعدد المجالات، أنه تدخل التعليم وتتعلم هذا التعليم.